اهلا بكم يا جماعه في عنابه. احنا دلوقتي فين؟ احنا في المدينه القديمه اللي عيطولها احنا البلاس دارم. احنا البلاس دارم ايوه في عنابه. في عنابه. ومعانا اصغر مرشد سياحي في الجزائر، عرفنا بنفسك. نزيم هاشمي، المرشد الصغير من جمعيه اوجان الشباب. احنا الان في دار البيت التقليديه بولايه عنابه بالمدينه القديمه مع محمود الحجازي. عايز اقول لكم يا جماعه ان الراجل ده زي الفل، انا مبسوط جدا بيه وما شاء الله. ورساله لكل اب رب اولادكم ان هم يطلعوا زي الاخ العسل ده. حبيبي تعرفنا بقى على المكان ده واحده واحده كده بالتفصيل. عايز تبدا منين؟ هدي كيما نقول احنا حتولي ان شاء الله يعني في شهر جوان داخل حتولي مطعم تقليدي يحطوا بريزونتيو فيها الاكلات التقليديه العنابيه كيما نقولوا احنا جاري بوراك شخشوخه حوايج اكلات تقليديه تاع عنابه. في عندكم زلابيه ولا ما في؟ زلابيه يعني هنا كاين قاعتين، قاعه هنا وقاعه هنا. الحاجات اللي موجوده دي حاجات اثريه قديمه، يعني حوايج تقليديه، نحاس يعني في جلسه تقليديه تمد يعني تمد نظرة على التراث تاعنا احنا العنابه كيما بكل كانوا يقعدوا كيما كانوا يديروا حوايج تقليديه نفس العيشه اللي كانوا بيعيشوها زمان وازاي كانوا بيقعدوا على اكلهم. الات يعني عندنا اللي هي اللي كانوا يطيبوا فيها يفتلوا فيها كسكسي، دي كانوا بيعملوا فيها الكسكسي. ودي كانوا بيقعدوا ياكلوا عليها زمان. كانوا يقعدوا حتى في الارض كيما احنا يتربعوا يعملوا هكا رجليهم ويقعدوا في الارض. احنا عندنا في مصر يا جماعه بنقول على دي الطبليه، دي بقى الطبليه بتاعت ايام زمان هنا في الجزائر. بنقولوا الصينيه. الصينيه. وما عندناش احنا كان كانش عندنا طواقم عندنا دوما المسكلات. دي بس. اسمها مسكلات. 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 ما شاء الله. وكانوا بيقعدوا على الارض من غير الكراسي دي. القايد في حكم عنابه اللي هو زوج وزير بن ملاك بعثوا كهديه لاخته. هديه لاخته اللي هي اخته الرمز هذاك معروف ديك نلقاوه الخمسه في كل بلاصه. خمسه دي وش هي؟ يعني كيما نقول احنا جت فاطمه. هدي فاطمه كانت امراه طيبه جدا، كانت تروح للمنازل تطبطب وتمد لهم يعني الهدايا والاكل والسوارد. ما ديك شو اللي يديروا؟ ودريك كي توفات هي من حزنها لها ولاو يعملوا يبيعها في كل مكان. ولا في خمسه كما نقولوا احنا على اساس ان هي كانت بتعطي للناس وبتعمل للناس الناس الهدايا. حمام القايد دي حمام القايد مكتوبه من امتى؟ من ساعه من وقت ما اتبنى ولا من وقت لا هي دي مش من وقت اتبنت ده مكتبه، لكن ده كان حمام القايد اصلا. لكن ممكن تكون دي لسه جديده الحاجات دي معموله لا قديمه. المبنى ده اصلا من سنه كام؟ هذا يعني نقدر نقول في القرن الحادي عشر ولا الثاني عشر. القرن الحادي عشر ولا الثاني عشر. ما شاء الله احنا قدام تاريخ يا جماعه، قدام اثار. دوكا روحوا من هنا ومكملين الجوله معاكم في عنابه مع قرش، مع اصغر مرشد سياحي في العالم. كانت عنابه الجزائر كانت مقسومه، كانت في وقت النوميديين كانت مقسومه جزئين، نوميديا الشرقيه ونوميديا الغربيه. نوميديا الشرقيه كانت اسمها الماسيل ونوميديا الغربيه كانت اسمها الماسيسيل. كانت العاصمه تاع نوميديا الشرقيه هي هيبوريجيوس. بديك نروحوا بالعقل عنابه فيها يعني عدة كيما نقولوا احنا معالم اثريه، معالم اسلاميه. من بين هذه المعالم واهم هذه المعالم هو هذا مسجد، مسجد ابو مروان الشريف. مسجد ابو مروان الشريف. ها الشريف ده المسجد يا جماعه، مسجد ابو مروان الشريف. يعني ده الجزء الخلفي منه، ده الجزء الخلفي من المسجد. المسجد ده تعال، المسجد ده من سنه كام؟ 1033 ميلادي. 1033 ميلادي يعني من القرن الحادي عشر. القرن الحادي عشر ما شاء الله. هذيك هي القلعه الحفصيه. هذيك اسمها القلعه الحفصيه ولا القصبه. اش كانت بكري؟ كانت المدينه، كانت القصبه. المدينه هي كانوا يعيشوا فيها السكان كيما نقولوا احنا العاديين المدنيين، والقصبه يعيشوا فيها كيما نقولوا الحكام السياسيين كيما نقولوا احنا. بكري القصبه تبنت في 1235 بناوها الحفصيين. 1235 بناوها الحفصيين. هذيك جات بناها 800 سنه مثلا، اكثر من 800 سنه.
تبنتها في 1235 هذه كانت كما قلنا فيها شؤون دولة وكلش. هذه فيها ميزة مخصصة اللي مش كما الميزات الكل، حتى احنا عندنا في العصبة قصبة ومدينة، هنا عندنا قصبة ومدينة، انه القصبة تاع النابة منفصلة على القصبة تاع يعني النابة، المدينة تاعها مفصولة على القصبة مش كيما الاخرين زوا. القصبة دي المفروض مالهاش علاقة بالنابة خالص. لا هي اوكي اون دي تحكم فيها وشو مثلث قفاها مفصلة عليها، هذي فوكتلة وديك فوكتلة. يعني دي كانت لحكم حد ودي حكم حد تاني. والجبل هذاك اللي مبني فوق القلعة اسمه جبل عابد. جبل عابد. جبل عابد. مروان الشريف. طب دكتور تاريخ اوكرانيا. احنا هذا بنا شبه مروان بنا ابو ليك البوني. نعم. هذا ابو ليك البوني جا من الغرناطة. لا عفوا بو مروان هو اللي جا من الغرناطة. هذا يعني كان يجا كيحكم الرباط بو مروان، علم الناس القرآن يعني كيما يحكم التجويد إلى آخره. كي جا هنا بو مروان دا الشنعة تاع اسم المسجد ولا تسمى المسجد على اسمه، مي اللي بناه هو أبو ليك البوني. هنا في المقاومة كي وصل هنا ما تعرف حتى يعني مقاومة. ما شاء الله دخلوا الإسلام على طول. طول. ما شاء الله ما شاء الله. احنا نشوفوا خدمة كاين مزيج بين الحضارتين، حضارة ميمدية وحضارة الجزيرية. هنا نشوفوا المئذنة، المئذنة مبنية على شكل دار حماسينيس. مأذنة مبنية؟ على شكل كما قلنا على طابع دار حماسينيس. هذه الجزيرية. بنقولوا تانا خدمنا كاين فرق بين المسجد هنا، كان هنا في المدينة القديمة أكثر من 30 معلم إسلامي كان. ما شاء الله. يعني زوايا ومساجد مدرسة قرآنية إلى آخره. ما شاء الله. يعني من أهم اللي بقوا هنا هو مسجد بو مروان، القلعة الحفصية ومسجد البهاء. ما حبيتش أطول كثير يعني في الكنيسة، خدت جولة خفيفة ظريفة كده عشان لو حد حابب يعرف إيه أبرز الأماكن اللي موجودة في عنابة، فخدت لكم جولة خفيفة سريعة. ومش هطول يعني وان شاء الله خلاص على كده. دي بعض الصور. وخلونا بقى يا جماعة اشكر لطفي تاني صاحب شركة شرم السياحة ان هو عرفنا على الناس الجميلة دي، وكمان نشكر اخونا رمزي صاحب شركة شرنين للسياحة اللي هو برضو عرفنا على الراجل الجميل ده، وكمان محمد صاحب شركة مرمر للسياحة اللي هو عرفنا على كل الناس الجميلة ده. وما اقدرش انسى بقى مين، تعال مش هقول اسمك، انت اللي هتقول اسمك. وسيل اخويا. وسيل ده يا جماعة الراجل زي العسل، مرافقنا في كل صغيرة وكبيرة في الرحلة، والراجل شفت في مصر بيقول لك انا هجيب لك لبن العصفور، والعصفور ما عندوش لبن بس ده نسبة، لان هو هيعمل لك المستحيل. وسيل يا جماعة بيعمل لنا المستحيل هنا في الجزائر، وبيعبر عن كرم اهل الجزائر كلهم. حبيبي وسيل شرفتونا انتوا. حبيبي وسيل والله بكم سورتو جوزنا الاوقات اللي جوزناهم والله غير نعمة حبيبي والله. يا وسيل انت من الناس اللي الواحد بيحبها. انا خمم في الفراق كيفاش حنتفارق. حبيبي هاخدك معايا مصري يا وسيل ان شاء الله. والله غير ان شاء الله. الله يحفظك حبيبي. ده كان فيديو سريع كده يا جماعه عن عنابه وتاريخ عنابه. طبعا لسه هنبات في عنابه ونعمل جوله ثانيه استكشافيه لعنابه. اوعوا تروحوا في اي حته.